أنا بصدق في الحب، وأنا دايماً بقول إن الحب ده أحلى حاجة في الدنيا. سبب الحب عالم الوجود، يخلقه الله عز وجل، رزق. الحب رزق. من وجهة نظري أنا، الحب مشاركة مش امتلاك. أن ترى من تحب شعورك بإحساسك بعين قلبك لا بعين رأسك، فترى فيه ما لا يستطيع كل الناس أن يرى. يا سيدي، الحب ليس هو فقط علاقة كما يظن البعض، علاقة جسدية متناسقة متناغمة، لا. الحب ذاك هو اختلاط الروح بالروح لتكن روحا واحدة. الحب اهتمام، الحب احترام، الحب إني حسسني إنه أنا برنسس ملكة. حينما تراها تبتسم وحين تختفي عنك تشعر أنك ميت لكنك تنبض بالحياة. الحب إنه لو حتى هو ما بيشوفنيش وأنا ما بشوفوش كتير، أبقى متأكدة أن أنا أكتر حاجة في الدنيا وحشاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن خديجة: إن الله رزقني حبها. وش السبب؟ الحب ما ينفعش يكون لي سبب. إن الله رزقني حبها. لكن حقيقي الحب ده من أحلى الحاجات اللي حصلت في الدنيا. راجل تتسندي عليه، تحس إن عندك ضغط.